كل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل. عايزين طبعا في عندنا بعض النماذج المصرية المشرفة اللي برضو أيضا ما زلنا بنفتخر بيهم وبنقول هم دول رمز الوطنية. النهاردة اللاعب المصري محمد صلاح منزل بوست بيقول أنا بفخر إن أنا طبعا مصري وإن مصر بتستقبل هذا الحدث العظيم. زي ما حضراتكم يمكن شايفين على الشاشة البوست بتاع لاعب الكرة محمد صلاح، ده نموذج مشرف. يعني عاوز أقول لكل المصريين لكل الشعب المصري خليك فخور واظهر اظهر ده لنفسك ولكل أقاربك وللعالم كله إنك بتفخر بأن مصر في هذا الحدث. ما يمرش عليك الخبر مرار الكرام وكأن لم يكن، لازم تبقى تقف عند الحاجات دي وتقول للعالم كله إننا بنستقبل النهاردة بطولة العالم لكرة اليد في عندنا هنا في مصر في هذا الوقت الاستثنائي، وإننا مقدمين كافة الدعم طبقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية، مقدمين كافة الدعم المالي والمعنوي والنفسي للقائمين على هذا التنظيم، على أساسها أن نظهر بالصورة اللائقة زي ما ذكرت لحضراتكم. وبنقول دايما خلينا دايما مفتخرين. عاوز أقول للناس اللي مرهاش بقى غير إيه أنها تنزل بوستات إحباط وتنزل بوستات مش عارف إيه والكلام إيه اللي يوجع ده، لا ليه لما بتبقى فيه حاجات زي كده ما بتتكلموش؟ هو أنتوا يعني موجودين على أساس أنكم تحبطوا الناس وأنكم تأثروا في نفسيات الناس وخلاص على كده؟ ليه ما بتفتخروش ببلدكم وليه ما بتقدموش الدعم المعنوي ليكم والكل اللي حواليكم بأن مصر النهاردة حدث تاريخي وتفتخروا به قدام العالم كله؟ راجعوا نفسكم. عاوز أقول لحضراتكم رغم برضو حدوث بعض السلبيات من بعض المواطنين على مواقع السوشيال ميديا من بوستات إحباط وبوستات يعني بتقدم الإحباط النفسي لكل الناس اللي بتطلع على بوستاتهم، عاوز اقول لكم اننا برضو يعني مستحملينكم علشان خاطر انتوا ولاد مصر. بس حاولوا تعالجوا انفسكم وحاولوا انكم ترجعوا لرشدكم وتحاولوا تعرفوا حقيقة بلدكم وحقيقة القيادات اللي بتدير البلاد بشكل جميل ومرتب ومتميز. ايضا عاوز اذكر حاجة جميلة جدا، وعاوز ابعث من خلال برنامج مصر بخير رسالة شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض العظيم اللي بيقدم النهاردة مجهود جبار في ظل هذه الأزمة. يعني عاوز أقول أنه تكفي أن هو بيخاطر بحياته علشان ينقذ روح مصري وينقذ روح مواطن مصري. كل الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض العظيم. بنقول لهم احنا معاكم وبندعمكم دعم نفسي ومعنوي، وبنقول لكم احنا في ظهركم، وبنقول كان الله في العون. ربنا سبحانه وتعالى يعدي هذه المحنة على خير ونخرج منها كده وإحنا في غاية السلم والأمان، وما يكونش عندنا إن شاء الله بإذن الله أي خسائر بشرية. بنتمنى لكم كل التوفيق، كان الله في عونكم. وعاوز أقول لكل المواطنين المصريين أرجوكم نحاول أننا نساعد الناس دول على قدر المستطاع، علشان هم برضو زي ما بقول لحضراتكم بيقدموا أرواحهم فدا أن يحيي أو يكون سبب في إحياء نفس بشرية. فما تضغطش عليه، هو فيه اللي مكفيه. هذا الطبيب مش من مصلحته ان الحالة اللي تحت ايديه يحصل لها اي حاجة، لا، من مصلحته انك انت لما تدخل عنده مصاب باي مرض ان كان انك تخرج سليم في امن وامان. وهذه هي الرسالة اللي هو جه علشانها، دي رسالة الطبيب، رسالة كل القائمين على الاعمال الطبية، إن ربنا سبحانه وتعالى ملكهم هذه الأرواح البشرية حتى يرعوها طبقا للتعليم اللي درسوها في الكليات بتاعتهم. ودي أمانة زي ما بقول لحضراتكم، فأكيد يعني مش هيخون الأمانة ومش هيكون سبب في إن نفس بشرية تتضر بسببه. فكل الشكر والتقدير للمرة التانية والتالتة للجيش مصر الأبيض العظيم. ربنا يحميكم يا رب وتخرجوا من المحنة دي يا رب على خير. وأيضا كل الشكر والتقدير للقيادات السياسية الحكيمة على أساسها. طبعا عارفين أن الدعم، توفير كافة الدعم من تدريب كوادر طبية، من دعم مادي، من أجهزة طبية،
من احتياجات ومستلزمات طبية. كل هذا العمل بتقدمه الجهات السياسية والمعنية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. فنقول تحيا مصر، تحيا مصر من قلبنا، بنقول تحيا مصر من قلبنا، على أساسها أننا حقيقي مشاهدين كل الأعمال الجميلة وكل التطورات في كافة المجالات. يعني بنقول أن مفيش تأثير في أي حاجة، ولكن هنا بينقصنا حاجة واحدة بس، بينقصنا أننا نكون دايما صابرين على اللي احنا فيه زي ما بنقول. وكما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أن مصر هتتبني بولادها، ان مصر هتتبني لما كلنا كده نكون ايدينا في ايدين بعض، هتتبني مصر، ان مصر هتنهض، ان مصر هتحقق احلامها، ان مصر هتوصل لاعلى القمم بالتعاون. ان يعني حاولوا تكونوا في رباط، حاولوا تكونوا ايديكم مع بعض كده علشان خاطر نوصل ونرتقي بهذا الوطن على خير. مشاهدينا الكرام، خلونا نخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا معكم. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.